ما هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين هو الفرض الذي يتعين على كل فرد مسلم أداءه والقيام به، ولا يستثنى أحد الأفراد منه، ولا يجوز أن يقوم به بعض الأفراد دون غيرهم. أما فرض الكفاية فهو الفرض الذي لا يتعين على جميع المسلمين القيام به، بل يكفي أن يؤديه بعض الأفراد أو أحدهم حتى يسقط على الباقين. أما إذا لم يؤده أحد منهم أثموا جميعا، ويسمى فرض كفاية لأن قيام البعض به يكفي لتحقيق الغاية منه. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية من حيث الحكم، وهو الوجوب، فكلاهما مطلوب من المكلف طلبا جازما. أما الفرق بينهما ففرض العين واجب على كل فرد مسلم ومكلف، ولا يسقط عنه إذا قام به فرد آخر، وإذا لم يؤديها المكلف يؤثم لتركها، ولا يمكن أبدا أن يتحول فرض العين إلى فرض كفاية. فمثلا الصلاة فرض عين على كل مسلم، لا يصح أن يؤديها البعض ويتركها الآخرون. أما فرض الكفاية فيسقط عن الجميع إذا أداه بعض المكلفين أو أحدهم. أما إذا لم يؤده أحد منهم أثم جميعا، ومن الممكن أن يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين في حالات معينة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا إذا رأى المسلم من يقوم بفعل منكر ما ولم يتواجد غيره في ذلك المكان، فالنهي عن المنكر وتقديم النصح يصبح فرض عين بعد أن كان فرض كفاية. أمثلة على فرض العين: كالصلاة والصوم والزكاة والحج، الوفاء بالعهد، الالتزام بالأخلاق الحسنة وغيرها. أمثلة على فرض الكفاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلاة الجنازة، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في مختلف بقاع الأرض.